أعرق مدن التاريخ، تحية دمشقية، نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم. المجموعات الإرهابية تواصل تصعيد اعتداءاتها على السوريين، وقد فجرت مجموعة إرهابية سيارة مفخخة في شارع الثورة بقدسية في ريف دمشق، ما أدى لاستشهاد 3 عناصر من حفظ النظام وإلى إصابة عدد من المدنيين وقوات حفظ النظام. هذا وقد زار وفد المراقبين الأمويين موقع التفجير الأمميين عفوا موقع التفجير الإرهابي في قدسية وعاين آثاره. روحوا لنا أولاد، روحوا لنا الدنيا كلها، يا تيمو شبابنا هاي، هذا ما إله أم وما إله أب، واقف ليل نهار واقف، هذا ما إله أم وما إله أب، واقف ليل نهار واقف. شوفي دمه، هاي دمه للعسكري، هو بنتي، هو بنتي. إن شاء الله دمنا في ده البلاد، إن شاء الله دمنا في ده البلاد. إرهابهم الغادر الجبان يطال حياة السوريين مجددا، حيث انفجرت سيارة مفخخة في شارع الثورة بقدسية لتغتال حياة الأبرياء ممن أحبوا وطنهم واستشهدوا مخلصين له. ما شفنا غير انفجار، يعني انفجار فعلا مرعب، انفجار مرعب. زميلي اللي حدي استشهد، وأنا جابوني إسعاف هون على المشفى. والله إن شاء الله نحن دائما أصحاب حق، والحق دائما منتصر بإذن الله. ولكل شيء تأمر على سوريا، وكل شيء دخل سلاح على سوريا، وكل شيء كذب بما يجري في سوريا، الله على الظالم. ما عاد بقاموس غير الدم والإرهاب والقتل. هي لحظة تغير الحال بعدها إلى خراب وفقدان للأحبة والأهل ممن اختاروا طريق الوطن وصمدوا بعزيمة أهله الذين أصروا على النهوض، لأن الحياة تولد من دماء الشهداء. فقنا على انفجار الساعة 11:05، فجر السيارة، حاطين سيارة مفخخة هون على باب الناحية، قاصدين الناحية وبيوتنا، راح كل الأزاز والبيوت، وبنت 9 أشهر انصابت. فقنا عليهم، الله لا يوفقهم إن شاء الله، كرامة النبي محمد. بتضل سوريا قلع عيونهم كلهم، لأنه أحلى بلد بالعالم هي. يا حبوباتي والله ما سووا شيء، والله عم يشربوا مي، نحن شفنا عم بشربوا مي، ما دوبني فايتة حملة كيس الفول وزتيتهم الإيدي وطلعت وتفرجت. يا الله يا رب دخيلك، يا رب يفرج علينا يا رب، بس يا رب. أولاد نايمين، زينا الصبح ينام كلهم مدبحين بالأدمية، يعني شغلة مو سهلة. الله لا يوفقهم إلهي، دول الخليج إلهي يا رب، الله لا يوفقهم أشياء خير إلهي، الله لا يوفقهم على هالصباح إلهي يا رب. ليك شفت عينك البيت، لا في بيت ولا في أولاد، هلا بعتهم على المخيم للبنات عند بيت خالتي. حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتوثيقا لجرائم الإرهاب الذي يضرب قلب الوطن بأهله، زار وفد من المراقبين الدوليين مكان الانفجار، وزاروا الجرحى في مشفى المواساة ليسمع صوت الناس المطالب بنقل الحقيقة. عدد الضحايا لحد الآن 3 والإصابة 39. هاي مدرسة، المدرسة التجارية بقدسية، فيها حاليا مركز امتحاني. أحكي مع الجنرال مود، اللي أنا شفته واللي أنا سمعته. وهي الغرفة فيها أطفال، فيها 5 أطفال، هلا بخليك تشوفهم بعينك مجرحين، شو ذنبهم لك أخي؟ هدول شو ذنبهم؟ ولد عم ياكل سندويشة هون استشهد، شباب نازلين من الباص لسه ما نزلوا، صار التفجير، نحن كنا عايشين بدنا سوريا الأولانية. مع كل الآلام والجراح، ورغم بشاعة وقسوة الصورة التي يصدرها العرب والغرب إلى سوريا، يقاوم السوري بإرادة الحياة ليمسح الحزن عن الوطن ويمضي. مرة أخرى تمتد يد الإرهاب لتقتل وتغتال وتخرب، ومجدداً يؤكد السوريون على ثباتهم وصمودهم رغم الألم والجراح. لأخبار تلفزيون الدنيا، سناء محمود. فجرت مجموعة إرهابية مسلحة سيارة مفخخة بكمية